السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة أثر الثقة، الله يبارك. كل يوم خاوتنا محفزين مع دي موديل جدد، مع دي كولير جدد، الله يبارك. اليوم خاوتنا عندنا هاد لا شومبرا كوشي في لو بوا اتر، بعد ما طلبتوا منا بزاف لو اتر، ها ليكم اون شومبرا كوشي في الاتر موديل لون. هاد لا شومبرا كوشي الله يبارك لها حد يدير حالها، راني متاكد، باسكو خاوتي التصميم تاعها شباب، وسيرتو خاوتي الصحه تاعها. اكدوا لي على هذا لو مونطون، اكبر مونطون شفتو في لي شومبرا كوشي لحد الان. شوفوا الله يبارك، حاجه تري سوليد في لو بوا اتر، في خشب الزان بيان فيني. شوفوا لارموار تاعها، لارموار تاعها بزاف شابه، راكم تصيبوا لي ديمونسيون هنا خاوتي في اسفل الفيديو. عندكم فيها 4 بورت كوليسونت، 4 ابواب منزلقه. شوفوا لي دو بورت على الوسط شحال شابين، بزاف شابه خاوتي، وعاليه على الارض. عندكم لهنا خاوتي عاليه على الارض، ولي بي تاعها اون بوا اتر بخشب بزان. نشوفوا المحتوى الداخلي تاعها خاوتنا من الداخل، واش عندكم؟ عندكم الله يبارك 4 لي زيطاجير، 4 ايطاجير، لو شون تاعهم كامل بالالومنيوم بلس لو با تاعها، يولو 5 طبقات. لو با تاعها ولو هو مخدومين بالملتيبلي، ماده الملتيبلي، سما حاجه سوليد تقدر ديبلاسيها فاسيلمون، الله يبارك. شوفوا لي بورت تاعها شحال كبار، ومام صحاح خاوتي كي تجبد لابورت تحس باللي حاجه ثقيله وحاجه صحيحه، سيرتو لو مونطون تاعها اللي عجبني، نقولها ونعاودها، والخدمه فريمون فريمون فيني. اكو تشوفوا الله يبارك تبري. عندكم خاوتي من الداخل، من الداخل عندكم ايطاجير في من الداخل في الوسط على اليسار، عندكم ايطاجير بلس لاترين، هنا ايطاجير وعندكم لاترين، هنا يتعلق حوايج. وعندكم ثاني في الوسط على اليمين ايطاجير وين لاترينغ، يسمى فيها كوتي بور فام وكوتي بور اوم. شوفوا لو تاعها ثاني شباب خاوتي، لو تاعها جاي ساب، وفيه دو سبوت اللي صغار ثاني يشعلوا بالليد، هذو لي دو سبوت يشعلوا بالليد، تقدر تخليهم تقدر تديرهم كيما حبيت. عندكم ثاني خاوتي على اليمين، على اليمين ثاني عندكم 4 لي زيطاجير، 4 ايطاجير بلس لو با تاعها يولو 5 طبقات، خدمه بزاف هايله وبزاف شابه، سيرتو لي دو بورت تاعها اللي راهم بالزجاج وفيهم لهنا خاوتي لانسيزيون. ها ليكم لانسيزيون، حاجه كلاسيك، هاد لا شومبر كلاسيك. لو لي ثاني تاع لا شومبر كوشي موديل لون، بزاف شباب سامبل، وكابيتون اللي هنا خاوتنا بالسكاي كيما راكم تلاحظوا فيه، وذا جوده عاليه كي تمسوا حاجه خشينه تما ما شاء الله. ولونكادرومون تاع لا تيت دو لي راهي ثاني اون بوا اتر بخشب الزان. شوفوا لا فينيسيون، خدمه بيان فيني. هاد لا شومبر كوشي صح تقدر تقول عليها اون شومبر تاع دوام، اللي ما تندمش عليها، سيرتو اللي حبوا حاجه كلاسيك هذه اللي تخرج عليك. لو بتي دوسي تاعها كامل راهو اون بوا، كامل اون بوا، الله يبارك. دوكا نروحو لي طابل دو نوي، لي طابل دو نوي وحدهم خاوتي فريمون كاليين لوح وصارفين عليهم. كي نروحو لهاد لابليك برك، لو كان تحوس عليها شحال تسوى، راهي تسوى دراهم خاوتنا. شوفوا هاد لابليك اللي شعل بلاد، ما تحتاج اون فيوز، كنت راح ندير فيوز لهنا ومن بعد ما درتهاش ديريكتومون، علاش؟ كاين لابليك، علاه ندير فيوز خاوتي؟ بزاف شابه هاد لابليك. وعندكم لهنا دو تيروار، لي دو تيروار خاوتنا يشعلوا كامل بالرايه غليسونت، يشعلوا بالرايه غليسونت، وكيما راكم تشوفوا خاوتنا مخدومه فلامي كيما لا غاردروب ثاني ولولي اللي مخدوم فلامي. صح شومبرا خاوتي وصح في الاتر، ولي الشرف اني نعرض هذا لا شومبر اللي شخصيا عجبتني. هاي ليكم لا كوافيز تاعها، شوفوا برك المرايه ما نوريكمش تحتها، شوفوا المرايه برك شحال كان يا اتر، شوفوا الاتر الله يبارك. اكو تشوفوا هذا الحجم تاع اللوح، ما شفناش في دي مونطون تاع لي شومبر واحد اخرين، هنا راكم تشوفوا فيها في المرايه، الله يبارك ما شاء الله. عندكم القاعده تاعها قاعده زجاجيه بزجاج نوار،
وعندكم اوسي مخدومه ستيل بيرو. هذا لو ستيل اللي راهو داير حاله عاود رجع بقوه، لو ستيل بيرو فيها من الاعلى لهنايا دو تيروار. هاو ليكم لو تيروار تاعها لي توجور بالرايه غليسونت بيان فيني من الداخل، ويتغلق فاسيلمون، يتغلق بكل سهوله. وعندكم ثاني من الاسفل دو تيروار كما راكم تشوفوا فيهم مخدومين فلامي كيما لي طابل دو نوي، دو تيروار على اليمين ودو تيروار على اليسار. خاوتنا هاد لاشوم راكوشي بزاف باهيه متوقع. هاي ليكم خاوتي هاد لاشوم راكوشي، السعر تاعها نذكركم اسم الموديل، موديل ليون، السعر تاعها هو 22 مليون و822 مليون و800 بالنقل والتركيب ل 48 ولايه. وما ننساوش خاوتي لو باك بروموسيون اللي فيه سومي كوفري الماطلا دي 30 البورت مونتو البوف وزوج مخايد ومسند بسعر 8.5. وعندكم لو باك دي 25 اللي فيه سومي كوفري ماطلا دي 25 بورت مونتو البوف زوج مخايد ومسند بسعر 3 ملايين برك. نشكركم خاوتي على متابعه هذا الفيديو. خاوتي يا ترى هذا لاشوم شحال تستاهل من جام، شحال تستاهل من التعليق، هذه الصناعه الرائعه شحال تستاهل من تعليق وابونمون. نشكركم على متابعة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.